فاز الفيلم المصري القصير 16 أخشى أن أنسى وجهك للمخرج سامح علاء بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير في مهرجان كان السينمائي في دورته التي تم اختتامها بالأمس الخميس. واستطاع الفيلم الحصول على الجائزة بعد المنافسة مع 11 فيلما في إنجاز عالمي تاريخي للسينما المصرية. جدير بالذكر أن مهرجان كان أجل دورته لسنة 2020 حتى مايو 2021 بسبب انتشار جائحة كورونا، وجرى الاكتفاء بتنظيم دورة مصغرة من المهرجان لمدة 3 أيام فقط. وينضم إلينا من باريس عبر خدمة سكايب حكيم عبد النعيم المخرج والكاتب. أهلا بيك معايا حكيم، ويعني في البداية بالتأكيد ألف مبروك لكل صناع الفيلم ولكل فريق، كل فرد في فريق العمل. خلينا نعرف السادة المشاهدين طبعا غير المختصين بأهمية جائزة زي كده بيحصل عليها فيلم مصري لأول مرة. طبعا مبدئيا يعني انا بالنسبه لي مبدئيا مبروك لسامح علاء، مبروك لمحمد تيمور، مبروك لمارك لطفي، مبروك لكل فريق العمل. علشان نقول بدايه اهميه الجائزه، فمهرجان كان هو واحد من اهم المهرجانات السينمائيه في الفتره ديت، زيه زي مهرجان برلين. واهميه مهرجان كان كمان هو انه المنافسه دايما بتبقى بين افلام جودتها في الاساس هي الرهاب. فيلم مصري ياخد السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير، ده إنجاز كبير جدا، خصوصا إنه مصر وصناعة السينما في مصر أو صناعة السينما المصرية وسط الخريطة العالمية هي مش موجودة بالشكل الكافي. فجايزة زي ديت، لا، مصر وصناعة السينما المصرية اللي في الاساس يعني هي صناعه السينما اللي مش صناعه سينما تجاريه، لا، صناعه السينما سواء صناعه السينما المستقله او الافلام القصيره هي اللي بتحافظ في الحقيقه على انها تحط مصر وصناعه السينما المصريه على الخريطه العالميه. نعم. طيب حكيم، ممكن تشرح للسادة المشاهدين أو تعرفهم على فريق العمل بشكل أكبر وتحكي لهم برضو عن الإطار العام لقصة الفيلم؟ هو فيلم 16 لمخرجه سامح علاء ومنتجينه مارك لطفي ومحمد تيمور. الفيلم باختصار بيحكي عن قصة شاب مراهق عنده 16 سنة بيحاول ان هو يلاقي فرصة علشان يشوف حبيبته لآخر مرة. القصة ممكن تكون قصة عادية، قصة بسيطة، لكن في الحقيقة بكل الكلام اللي كتب عن الفيلم وكل الناس اللي شافت الفيلم قالت ان الفيلم فارق جدا من حيث الصنعه ومن حيث القصه، وخصوصا ان احنا في مصر عندنا ازمه كبيره في صناعه السينما فيما يخص الكتابه وفيما يخص الصنعه، صنعه الكتابه بالاساس وصنعه القصه بالاساس. فالفيلم طبعا قدر بالجوده ديت ان هو يكون موجود بشكل كبير سواء في مهرجان كان او قبله بجوائز قدر ان هو يحوز عليها. ومن شويه بس هو اخذ جائزه افضل فيلم عربي قصير في مهرجان الجونه. فلا، هو فيلم مهم، ومش بس فيلم مهم لكن كمان حدث مهم، وبيطرح افكار كتير وتساؤلات كتير حوالين قد ايه مصر والسينما المصريه موجوده في اي محفل عالمي بنوع معين من السينما اللي قادر ان هو حتى في وسط ازمه صناعه السينما التجاريه في ان هي تكون موجوده في العالم كله، النوع ده من الافلام هو اللي قادر يحط مصر لما بتتكلم في على موقع. النوع ده من الأفلام يا حكيم، بتقصد فيه الأفلام القصيرة ولا بتقصد فيه الأفلام المستقلة؟ يعني لما بتقول مصر قادرة تنافس، لو مش قادرة تنافس بالسينما التجارية، طبعا بالتأكيد مش هنقدر ننافس بالسينما التجارية، يعني هوليوود وبوليوود والكلام ده كله احنا فارقين، ده غير يعني السينما حتى الأوروبية اللي يعني كل السينما تقريبا سبقتنا. لكن نتكلم على النوع ده من السينما اللي انت بتحكي عنه، بتقصد بيه انهي نوع تحديدا؟ طيب، هو بداية يعني لازم ندي الناس حقها. واحد من الاثنين منتجين الفنيين للفيلم ده هو مارك لوتسي، ولو اتكلمنا عن مارك مش هنقدر نوفي له حقه في ان هو قادر ان هو كمنتج فني يقف في ظهر
النوع ده من الافلام اللي انا اقصد بيها، سواء الافلام منخفضه التكاليف او الافلام بين قوسين المستقله او الافلام القصيره منخفضه التكاليف او هكذا. الافلام اللي بتشتغل وبتتنفذ وبتتحضر وبيتم اعدادها في الظروف غايه الصعوبه، من قله التمويل، من الازمات الرقابيه، من ازمات التصاريح، من ازمات السياق العام اللي ما بيدعمش بأي شكل من الأشكال النوع ده من الأفكار والنوع ده من الأفلام. الأفلام ديت بتنتج وبيتم تحضيرها في ظروف غاية في الصعوبة. فلما بنشوف منتج فني زي مارك لوتفي وشركة زي فيج ليف اللي هي بتشتغل، اللي هي مقرها في اسكندرية وبتشتغل في إنتاج الأفلام المستقلة ومنخفضة التكاليف والأفلام والخدمات الإنتاجية للأفلام اللي بتتصور في اسكندرية بقالهم أكتر من 15 سنة والناس ما بطلتش وما تعبتش وما قططتش ولا اكتئبت. هو ده نوع الافلام اللي انا بتكلم عليه، نوع الافلام اللي في النهايه صنعوا قرروا ان هم مش هيلتزموا طب اطلاقا حكيم، بسياقه. يعني رغم التجربة اللي بالتأكيد فيها زي ما انت بتقول مشاكل يمكن الجمهور العادي يدرك بعضها والبعض الآخر مخفي مش هيدركه غير صناع السينما نفسهم، هيكون ورا الكاميرا محدش فينا شايفه، لكن البعض بيقول ان النوع ده أصلا من السينما مش سينما جماهيرية، الجمهور مش بيقبل عليها وهي سينما فقط للمهرجانات وما بيحبهاش حد غير النقاد. هل ده حقيقي؟ هل في مسافة ما بين السينما اللي بيحبها الجمهور العادي في السينمات العادية وما بين السينما يعني بتاعت المهرجانات، مهرجان كان والنقاد وإلى آخره؟ طيب، هو انا حقيقي يعني هو في الكلام ده طول الوقت حوالين فكره سينما المهرجانات وسينما السوق، لكن في الحقيقه احنا في تجربه زي تجربه فيلم 16 او تجارب السينما، سواء حتى الافلام الطويله اللي بتبقى منخفضه التكلفه او كذا او مش منتجه باحدى الشركات الكبرى اللي في السوق، هم اصلا ما عندهمش فرصه ان هم يعرضوا افلامهم في السينمات، لان دور العرض السينمائي يعني بيتسيطر عليها بشكل او باخر من شركات التوزيع اللي هي شركات الانتاج برضه. فهو اصلا الافلام دي ما خدتش الفرصه ان الناس تشوفها علشان تبدا تخلق معاها علاقه او لا. والازمه ديت على فكره مع افلام كتير، يعني افلام كتير حتى اللي خدت فرصه ان هي تكون موجوده في السينمات هي برضه ما خدتش الدعايه الكافيه ولا الاهتمام الكافي اللي حتى تخليها قادره انها لو مش قادره تتواصل مع الناس فتاخد التجربه والناس تكرر. لكن لا، احنا عندنا ازمه اصلا ان الافلام دي توصل. واتمنى انه بعد ما بقى في اشكال مختلفه للعرض زي منصات البث او كذا، ان الناس تقدر ان هي توصل للافلام ده، وده حاصل وده مؤخرا حاصل. نعم، بنشكرك، كنت معنا من باريس عبر خدمة سكايب حكيم عبد النعيم المخرج والكاتب، وألف مبروك مرة أخرى لكل صناع الفيلم.